مشارك بثلاث لوحات، يعني كل فنان له وجهة نظر بالواقع، انه نحاول من خلال الفن نوصلها للجمهور. ما شاء الله في اقبال يعني جيد، رغم انه الفن تراجع بهالمرحله الاخيره، ونطلب من مركز الثقافه والفن ووزاره الثقافه والفن تساهم بدعمنا بمواد بامور يعني نتيجه الغلاء. لدينا 17 فنان وفنانة من أصل 30 فنان، العدد المتبقي سيكون له دور في الأيام القادمة. طبعا المشاركات جدد، الفنانين جدد على الوجود الإعلامي. نحن متعطشين لأكبر كم من الأعمال والمعارض، لأن يوجد لدينا المواهب، توجد بعض المعوقات ولكن نحن سنتخطاها إن شاء الله.